هي ما عندناش الوقت نقرا لكم الاسئله. بسم الله. اولا السؤال الاول في التسيير والاقتصاد، الشكاره تاع الفرينه شحال فيها من حبه؟ الله يسهل، جبدوا الاجابه. ثانيا السؤال في التاريخ، نعلم ان فرنسا دخلت الاستعمار الجزائر في 1830، السؤال هو شكون اللي حل لها الباب باش يدخل؟ ما تقولوش دخلت من الطاقه ولا مع البالكون، شكون اللي حل لها الباب؟ الله يسهل، طردقوا. ثالثا السؤال في التربيه الاسلاميه، ما اسم الحداد الذي كان يحد للمسلمين السيوف في غزوه احد؟ اسمه، لقبه، شحال فيه من الطول، وشحال كان يدخل في الشهر، وين كان يخلص لي زامبو؟ السؤال الرابع في الرياضه، شحال لا بوانتيور تاع مارادونا كي كان في عمره 18 عام؟ واخيرا السؤال في اللغه العربيه، هذا سؤال شويه سهل، اعرب ما تحته خط. قال الشاعر بيلو، راني عليكم المعني يا اللي راكم غامين ليا يا اخي راني معبر مانيش غايه يا طيروا ورقيه قبل وقتي يا انا قلت لكم ركسوا. الله يسهل.